الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا شيبا طاهرا مباركا فيه. ملء السماوات والارض ومن ما شاء من شيء بعد. اهل الثناء والمجد واحق ما قال العبد وكلنا له عبد. سبحانه لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. شهادة نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا أن نختم بها أقوالنا في الدنيا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي واجزه عنا خير ما لزيت نبيا عن قومه ورسولا عن امته. وارض اللهم عن صحابته وال بيته والتابعين وتابع التابعين وعنا معهم وبهم وفيهم برحمتك يا ارحم الراحمين. ثم اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخواني احييكم بتحيه الاسلام تحيه من عند الله مباركه طيبه. ملوها السلام وربها السلام والجنه دار السلام وتحيتهم يوم يلقونه سلام. حيانا وإياكم ربنا بالسلام. فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله العلي القدير أن يطيبكم وأن يطيب ممشاكم، وأسأله عز وجل أن يبوئنا وإياكم في الجنة منزلا، وأسأله عز وجل أن يكتب لنا وإياكم بكل خطوة خطوناها إلى هذا المسجد يرفعنا وإياكم بها في الجنة درجة، ويكتب لنا وإياكم بها حسنة ويحط عنا وإياكم بها خطيئة. أسأله عز وجل ألا يتوفانا وإياكم إلا بعد صلاة في مسجده الأقصى. أسأله عز وجل أن يمد في عمرنا وعمركم وأجلنا وأجلكم حتى يبلغنا ذلك اليوم الذي يعود فيه الأقصى إلى أمة الإسلام حرا عزيزا. أسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن اصطفاهم واختارهم لتحرير بيت المقدس. وأسأله عز وجل أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعني وإياكم بما علمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. إخواني، بداية، أحسنت الجمعية صنعا حين قررت عقد هذا اللقاء أو هذه اللقاءات عن القدس التي نساها كثير منا والتي أخشى ما أخشاه أن يأتي الجيل التالي لنا لا يذكرها بشيء. أخشى ما أخشاه أن يأتي أبناؤنا فردات أكبادنا لا يعرفون شيئا عن القدس ولا عن قضية فلسطين. فأسأل الله العلي القدير أن يبارك في كل من كان سببا في هذا الملتقى وأن يجعله في ميزان حسناته. وأنتهز الفرصة لأحدث إخواننا في السي بي إس بي أن يكون في كل شهر ملتقى في مدينة من مدن فرنسا. كل شهر ملتقى في مدينة معينة، هذا الشهر لمدينة كذا وهذا الشهر لمدينة كذا، طوال العام طوال أشهر السنة، حتى تبقى قضية فلسطين وقضية القدس وقضية الأقصى حية في قلوبنا، لأن القلوب دأبت على أنه إذا غاب عنها ذكر شيء غاب وجوده فيها. ولكن كلما كثر ذكر الأشياء كلما استقرت في القلوب وكلما سرت في الشرايين والعروق. فأول شيء تنسى به تلك القضية أن يقل ذكرها بين الناس. فنسأل الله عز وجل أن يقيض إخواننا للقيام بهذه المهمة، والله عز وجل نعم المولى ونعم النصير. إخواني، لست ممن يجيدون الحديث عن القدس تاريخيا،
ولكنني أؤمن بشيء في قضية القدس. كل ما ترونه حواليكم وكل ما تسمعونه، كل ما تشاهدونه مما يحدث لفلسطين وللقدس ولبيت المقدس ليس جديدا، حدث من قبل ما هو أكثر من ذلك. القدس ربما بنيت حسب ما يذكر بعض المؤرخين 18 مرة، لأنها كانت تهدم كثيرا. القدس مضى عليها وقت احتلت فيه لما يزيد عن 90 سنة، أي ما يقارب قرنا من الزمان. تحولت فيه وتحول بيت المقدس فيه في تلك الفترة إلى إسطبل للخيول، فقد مرت بما هو أقسى مما هي فيه الآن. الآن يمضي عليها 60 أو ما يزيد من الأعوام وهي تحت هذا الاحتلال الغاشم، ولكنها بفضل الله عز وجل لم تصل إلى تلك المرحلة، فلم يحول الأقصى إلى إسطبل للخيول، وإنما تقام فيه الصلوات وتصلى فيه التراويح وتقام فيه الجمعات ويصلي فيه الناس، ويأتون إليه من كل حد وصوب يصلون فيه. إذن الهجمة الشرسة على المسجد الأقصى وعلى القدس في زماننا ليست بالجديدة. أقول هذا حتى أحيي في قلوبكم أمل أن القدس ستعود كما ذهبت من قبل وعد، وأن القدس ستحرر كما احتلت من قبل ثم حررت. هذا أمر نعتقد فيه ونجعله جزءا من إيماننا، لأن القرآن تحدث فيه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به، فهذا من آيات الله في كتابه ومن إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نشك فيه لحظة، فقط نحن لا نعرف متى يكون ذلك. له موعد محدد ووقت مؤقت وأجل مؤجل، لكنه حتما آت لا محالة. في كل مرة كانت تحتل فيها مدينة القدس، كانت تحتل فيه هذه البلاد المقدسة، كانت تعود بعدها حرة عزيزة مرفوعة الرأس. وسبحان الله، وكأن الله عز وجل قيض لها سرا من أسراره، فهي تستعصى على أن تبقى في يد الغزاة دائما، وإنما لابد أن تعود، حتما لابد أن تحرر، حتما لابد أن تعود كما كانت وأفضل مما كانت، وكأن بها سرا من أسرار الله عز وجل. القدس والمسجد الأقصى ليس حقا تاريخيا، بذل كثير من الناس جهد في البحث تاريخيا هل القدس من حق المسلمين أو غيرهم، ونقبوا في التاريخ وفي الأزمان وفي التواريخ وفي السنين ومن دخلها أولا ومن بناها أولا، لكنني أقول أن حقنا فيها ليس حقا تاريخيا وفقط، بل قبل التاريخي هو حق ديني، حق ديني، عقيدة، ديننا في هذه البلاد. لذلك الله عز وجل لا يذكر شيئا في قرآنه عبثا، حاشاه. حين ربط الله عز وجل بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى في كتاب يتلى إلى قيام الساعة ليس ذلك بالعبث. حين قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الأمر ليس عبثا. قولوا لي بالله عليكم، أما كان الله عز وجل يستطيع أن يسري بنبيه صلى الله عليه وسلم ويعرج به من مكة من بيته الحرام؟ كان يستطيع. سبحانه لا يعصى عليه شيء، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لكن الله عز وجل أخذ نبيه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى تلك البقعة المباركة، إلى تلك النقطة، إلى القدس، إلى بيت المقدس لعلة أرادها الله عز وجل. أراد أن يكون هناك توأمة، أن يكون هناك رباط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، حتى يتغلغل في عقيدتنا، في وجداننا، في قلوبنا تلك الرابطة التي ارتضاها الله عز وجل وأرادها الله عز وجل لعلة
أن تكون هذه البقعة في قلوب المسلمين بقعة مقدسة يقدسونها كما يقدسون بيت الله الحرام ويقدسون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أراد الله عز وجل أن تطأها أقدام نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يؤكد فيها حقنا، حتى نعلم هنا مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا وطأ النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ربط البراق، وهنا صلى بالأنبياء إماما، وهنا اجتمع الرسل جميعا، وما اجتمعوا في الدنيا كلها بطولها والعرض بشرقها والغرب في مكان واحد إلا في ذلك المكان. لا بد أن يعي المسلمين هذه الأمور. لماذا لم يجمع الله عز وجل الأنبياء في مكة أو في المدينة؟ جمعهم جميعا في مكان واحد ما اجتمعوا قبله ولا بعده ولا في مكان غيره، هو ذلك المكان، هو ذلك المكان. يريد الله عز وجل أن يبعث لنا رسالة من ذلك المكان، أن الأنبياء كلهم إخوة يدعون إلى أمر واحد، إلى توحيد الله، وهذا مظهر من مظاهر توحيد الله، وهذا مكان من أماكن توحيد الله. لذلك صلى خير خلق الله بسائر الأنبياء والمرسلين في ذلك المكان إماما، ليعلم الناس أنه مكان التوحيد ومظهر الدعوة إلى الله عز وجل، وإرث الأنبياء جميعا الذين حملت رسالتهم وأخذت ذلك الإرث أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فحقنا في ذلك المكان ليس فقط حقا تاريخيا، وإنما هو حق في أساسه، في أول ما نتكلم حق ديني، حق عقدي، حق هو جزء من عقيدتنا وجزء من إيماننا بالله عز وجل. القدس ليست مدينة كسائر المدن، وليست عاصمة كسائر العواصم. القدس هي المكان الوحيد الذي اجتمع فيه ما قلت لكم. القدس هو المكان الوحيد الذي اجتمعت فيه هذه الصفوة، هذه الثلة من خير خلق الله عز وجل على سائر الأرض. لذلك التفريط فيها تفريط في عقيدتنا، التفريط فيها تفريط في ديننا، التفريط فيها تفريط في حضارتنا، التفريط فيها تفريط في تاريخنا، في تراثنا. حقنا فيها حق ماض وحاضر ومستقبل، حقنا فيها مضمون بضمان الله عز وجل في الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، في الكتاب الذي قال عنه ربنا عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كتاب لا يأتيه تحريف ولا يدخله باطل، لأنه محفوظ بحفظ الله عز وجل. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا ذلك الحق، ذلك الإرث، ذلك الأمر، فيقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. ويؤكد ذلك بأن يجعل الصلاة فيه على أغلب الروايات بخمسمائة صلاة، وإن كان ورد في بعض الروايات أنها بمائتين وخمسين صلاة، إلا أن الأصح أن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة فيما سوى، لكي يشد المسلمون رحالهم ويصلوا في ذلك المكان. حسبه فخرا أنه المكان الوحيد بعد الحرمين الذي تشد إليه الرحال، والذي على الناس أن يحجون إليه ويذهبون إليه يصلون فيه طلبا في الثواب، طلبا في ثواب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، واقتفاء لأسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صلى في ذلك المكان وصلى إماما بسائر الأنبياء. لذلك حقنا ثابت. وإن أردت أن تذكر شيئا فأول ما يذكر أنه أول القبلتين، هو القبلة الأولى التي صلى إليها نبينا صلى الله عليه وسلم، وصلى معه الصحابة حينا من الدهر 16 شهر، وهم يصلون إلى ذلك المكان في المدينة المنورة، يصلون إلى بيت المقدس، حتى جاء تحويل القبلة إلى بيت الله الحرام. فحقنا فيه لا جدال. اتركوا التاريخ لأهل التاريخ، ولا نقول أنه لا ينبغي أن ننقب تاريخيا، بل على المؤرخين أن ينقبوه، لكن دعوا التاريخ لأهل التاريخ، فنحن نفقه لغة أخرى غير لغة التاريخ، وإن كانت لغة التاريخ مهمة.
نفقه لغة أن هذا جزء من ديننا، جزء من قبلتنا، جزء من إيماننا، جزء من عقيدتنا، جزء من توحيدنا لله عز وجل، جزء من إيماننا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا الذي تشاهدونه الآن جعلني أحمل اليوم إليكم رسالة، وأنا قلت لكم لا أجيد الكلام كثيرا في التاريخ ولست من المؤرخين، لكنني أحمل إليكم رسالة اليوم أقول لكم فيها فيما يخص قضية القدس. اليأس مرفوض، اليأس مرفوض. قضية القدس من الأمور التي تجمعنا، من الأمور التي تجعلنا أمة واحدة. بيني وبينكم ود تعهده رب السماء بإكمال وتطهير، فالدين يجمعنا والضاد يمنعنا والقدس يسألنا فكاً لأسراره. لذلك هذا جزء من مما يجمعنا. القدس يسألنا فكاً لأغلاله، مما يجمعنا إيماننا وضادنا لغتنا العربية وقضيتنا، قضيتنا المشتركة. أول قضية، قضية القدس. مشكلة المسلمين أنهم يعيشون الآن بلا قضية، تجد قضايانا فارغة تافهة. أقصى ما عندي من قضايا لقمة عيش، عمل أعمله، مرتب أحصل عليه، أمر تافه عما قليل ينقضي. ولما أصبحت آمالنا وأهدافنا تافهة أصبحنا نحن من تلك التفاهة، كلما على الهدف كلما على من يأخذ بذلك الهدف، وكلما نزل الهدف كلما نزل من يستهدف ذلك الهدف. لذلك علينا أن نرتقي بأهدافنا، لدينا هدف مشترك لنا جميعا. القدس يسألنا فكا لأسراره، قضية المسلمين أجمعين ليست قضية العرب. لا ينبغي أن يتحول القدس إلى قضية قومية عربية، وإنما هو قضية إسلامية، قضية الأمة كاملة، تحرير ذلك المكان، لأن الله عز وجل سائلنا عنه يوم القيامة. فاليأس مرفوض في قضيتنا. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الصانع الله. لا ينبغي أن نيأس، وكما قلت لكم من قبل فعل بالقدس أكثر مما يفعل به الآن. فما الذي جرى؟ جرى ما جرى وتعلمون ما جرى، وحرر القدس وعاد مرفوع الرأس عزيزا بعد أن كان ذليلا، عائد بمشيئة الله، عائد بموعود الله. كلنا ثقة في أنه عائد مرة أخرى، سيعود لتلك الأمة، سيعود إلينا مرة أخرى. لكن المشكلة فينا نحن، المشكلة فينا نحن. على من تلقى مسؤولية القدس؟ مشكلتنا نحن الأفراد أننا نلقي قضية القدس على عاتق الحكام والرؤساء والدول والمنظمات والجمعيات. لكن ماذا فعلنا نحن؟ أنا وأنت ماذا فعلنا بالقدس؟ أحضروا أبنائكم، نحضر أطفالنا ونقول لهم ماذا علمكم آباؤكم وأمهاتكم عن القدس؟ بأي شيء حدثوكم عنها؟ ماذا تعرفون عنها؟ نحن قصرنا حين ألقينا المسؤولية على عاتق الحكام والمسؤولين، تركناها في أعناق رؤساء الدول والحكومات والمنظمات والجمعيات والهيئات. أما نحن فارتحنا إلى ذلك وقلنا فعلنا ما علينا، نصرنا القدس بدموعنا، لكننا ما نصرنا القدس بأن نمحو ذنوبنا. لذلك أحمل إليكم اليوم سبيلا ما بين تلك المعركة المنتظرة الآتية لا محالة، وما بين حالنا الآن من الركود والخمول والاستكانة، ما بين هذا وذاك فاصل كبير. لماذا لا نتقدم فيه؟ لماذا لا نسعى فيه؟ هل إما أن نخلد وإما أن نذهب فنقاتل في معركة لا نريد أن نستعجلها حتى يأتي حينها؟ بين ذلك وهذا أمد طويل. أقول لكم أن القضية ليست بالهينة ولكنها ليست بالمستحيلة، وعلينا أن نبدأ من الآن، علينا أن نستعد من الآن. مخطئ من يظن أن صلاح الدين حرر القدس في يوم وليلة، مخطئ. صلاح الدين كان تحرير القدس له حلما منذ الطفولة،
كان يحلم في طفولته بتحرير القدس، حلم عاش معه، هدف جعل حياته كلها تدور حول ذلك الهدف، وهو طفل يحلم بتحرير القدس. فلما شب وكبر وأعطي المسؤولية وأصبح قائدا لتلك الجيوش، لم يحرر القدس بعد قيادته للجيش، وإنما بقي 10 سنوات. ماذا يفعل؟ بقي صلاح الدين يقدم أهل العلم، يقدم الخطباء، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يحث الجند على قيام الليل، يخاطبهم أن يقللوا من ذنوبهم 10 سنين، حتى أصبح الجند كأنهم ملائكة تمشي على الأرض، قيام لليل، رهبان الليل، فرسان النهار، أصبحوا فيهم الخير كل الخير، قلت ذنوبهم وكثرت حسناتهم وزادت صلتهم بربهم. جهاد، هذا جهاد 10 سنوات وهو يحارب في الجيش لأجل ذلك، حتى ما كان ما كان. وجاءت ثمرة ذلك بأن حرر الله عز وجل ذلك المكان على يد صلاح الدين. أما نحن فنحن خاملون كاسلون لا نتقدم، نحن لا نفكر ما الذي جرى، ما الذي حدث. أعطيكم خارطة طريق. أول شيء، إن أردتم أن تنصروا القدس فانتصروا أولا على أنفسكم. بالله عليكم، كيف نستطيع أن ننتصر على أعداء الله وبيننا وبينهم ما بيننا وبينهم من الأميال، ونحن لا نستطيع أن ننتصر على نفس هي في داخلنا وبين جنبينا؟ لا يمكن، والله لا يمكن يا أخوان، لا يمكن أن نحرر القدس ونحن لم نتحرر في داخلنا، ونحن نصير بنفس تتحكم فينا، وبشهوة تذلنا، وبشيطان يسيرنا. لا يمكن. أول سبيل لأن نستعيد القدس أن ننتصر على ذنوبنا. لا بد للأمة أن تتخلص من ذنوبها. عمر بن الخطاب قالها، قال: والله ما أخشى على الجيش من عدوه، ولكني أخشى على الجيش من ذنوبه. لن نهزم عن قلة أبدا، والله لن نهزم عن قلة لأننا أقل، ولن نهزم عن قلة عدة ولا قلة عتاد أبدا، لكننا سنهزم بذنوبنا، سنهزم بمعاصينا. انظروا، المسلمون الآن وصلوا عددا لا يستهان به، حوالي 1.5 مليار، عدد مهول، لا أظن قوة في العالم تصل إلى ذلك، لأن الآخرين متفرقين متشرذمين. المسلمون أكثر وحدة منهم، يمكن أن يجمعهم قول واحد. والله لو نادى مناد من قلبه وقال: واقدسا، لتوحد 1.5 مليار. لكن المشكلة، أي 1.5 مليار؟ 1.5 مليار أصحاب ذنوب، أصحاب معاصي، أصحاب خطايا. 1.5 مليار لا يصلي عشرهم صلاة الفجر، لا يصلي 1 على 100 منهم صلاة الفجر، لا يصلي 1 على 1000 منهم صلاة الفجر. لا أريد أن أكون مبالغا فأقول لا يصلي 1 على 1,000,000 منهم صلاة الفجر. ليسوا هؤلاء، ليسوا هؤلاء من سيحرر الأقصى. نحن نقول أننا غير مستعدين الآن، لكن ماذا فعل؟ أين صلاة الفجر بيننا؟ أين الذنوب فيما بيننا؟ سيدنا أبو الدرداء حين فتح الله على المسلمين جزر البحر المتوسط فرح الجنود، وأخذوا يضحكون ويفرحون ويستبشرون، إلا أبو الدرداء جلس باكيا. فمر عليه صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عجبا لك يا أبو الدرداء، فتح الله علينا والناس كلهم فرحون ضاحكون مسرورون وأنت باكي؟ قال: نعم، أبكي على هؤلاء، أبكي على هؤلاء الذين نصرهم الله عليهم، لأنهم عصوا الله، فلما عصوا الله مكننا الله من رقابهم فانتصرنا عليهم. فأخشى أن يأتي علينا يوم نعصي الله فيمكنهم الله من رقابنا. يا إخواني، والله أخشى ما أخشى أن يكون ما يحدث في القدس وفي فلسطين
وفي سوريا وفي بورما وفي الشيشان وفي غيرها بسبب ذنوبنا نحن. والله مخطئ من يستبعد ذلك من حساباته. في بدر كان المسلمون أقل من المشركين بكثير عدة معتادة، ولكنهم انتصروا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. القضية قضية إيمان. إن تنصروا الله ينصركم، إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. القضية ليست قضية عدد، قضية إيمان. كلما زاد إيماننا كلما زاد نصرنا، وكلما قل إيماننا كلما قل نصرنا. القضية قضية إيمان، القضية قضية ذنوب ومعاصي، القضية قضية أن نعود إلى الله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم. لا يمكن أن يأتي النصر على يد جيل لا يقوم الليل، على يد جيل لا يتقرب إلى الله عز وجل. إن أردتم أن تنصروا القدس فكفاكم دموعا، وآن الأوان أن تنظروا في الذنوب والخطايا، آن الأوان أن يراجع كل منا نفسه. أنا لا أسألكم اليوم أن تحملوا سلاحا وتذهبوا، فأوان المعركة لم يحن بعد، وهي آتية لا محالة، والله آتية لا محالة. نسأل الله أن يطيل في عمرنا وعمركم حتى نكون ممن يشاركوا فيها. لكن القضية أن نبدأ، نبدأ يا أخواني، نبدأ من الآن، نقلل من ذنوبنا، نقلل من معاصينا، نقلل من سيئاتنا. عندها سيأتي نصر الله وسيأتي فرج الله عز وجل. لذلك لا بد أن نعلم أن دورنا يبدأ من الآن، ويبدأ بخطة أخرى. لأني أخشى ما أخشى، أنا أعلم أن القدس في قلوبنا جميعا، لكن أخشى ما أخشى هو الجيل التالي لنا، هو الأبناء. لذلك يا أخواني ابدأوا من الآن. أظن كلنا لدينا أبناء عندهم كمبيوتر، عندهم أغذناتين في البيت. ضعوا القدس على خلفية مكتب الكمبيوتر، لابد أن يراه كل يوم، لابد أن يعرف أن هذه قضية. اشتروا لأبنائكم لعبا فيها القدس، مصمم فيها صورة أو رسم أو تركيبة للمسجد الأقصى، لابد أن يعيشوا ذلك الأمر. اشتروا لهم هذه الألعاب التي تربطهم بالقدس، اشتروا لهم كتبا يقرؤونها عن القدس. اجعلوا القدس تجري في دمائهم، في عروقهم، تجري منهم مجرى الدماء، حتى يعلموا أن لهم قضية، حتى يعلموا أن وراءهم قضية في ذلك الزمان يسعون من أجلها. نحن والحمد لله نعرف قضية القدس، لكن من يأتون بعدنا هم من يخشى عليهم أن ينسوا قضية القدس. إن أردنا أن ننصر القدس فلا نخزل القدس بمعاصينا. قديما قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. لابد أن نعي ذلك الأمر، ولا بد أن نؤمن بذلك الشيء، ولا بد أن تكون القدس على هذا الحال في قلوبنا. أمتنا والحمد لله أمة لا تموت أبدا، والله أمتنا لا تموت، قد تنام وقد تخمل وقد تكسل، لكنها يوما ما تستيقظ، وحين تستيقظ تعود في ساعات ما فاتها في سنين. وأمتنا نرى والله أنها تستيقظ، قد آن أوان الفجر، لكننا لسنين طويلة ونحن نهبط، فلا يمكن أن نصعد في يوم وليلة. عما قريب يأتي فجر ذلك الأمة مبشرا، وتشرق شمس هذه الأمة التي غابت سنين طويلة، وتأتي وضمن ما تأتي به أن يحرر ذلك البيت، أن يحرر بيت المقدس، نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه دعوتنا، أن نجعل القدس حية في قلوبنا، في ضمائرنا، في دمائنا، أن نجعلها حية في قلوب أطفالنا، في قلوب أبنائنا. عد الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بأن نصلي فيها قبل الممات. وأنا في الختام أردت أن أقص عليكم قصيدة عن القدس.
هذه القصيدة وإن كان فيها نوع من الشدة والغلظة على الأمة، إلا أنه ينبغي أن نتحملها، لأننا في الأمة نجد الآن أصحاب الأغاني والمسلسلات والتلفاز، حتى في ذلك الشهر الكريم القادم علينا شهر رمضان، يستعدون لأغانيهم وأفلامهم ومسلسلاتهم ليعرضوها بعريها بما فيها مما يغضب الله عز وجل. وقديما كانوا من كانوا قبلنا ومنهم صلاح الدين كانوا يحرمون على أنفسهم البسمة الابتسامة حتى يحرر القدس. أما هؤلاء فأصبحت الأفلام والأغاني دأبهم وديدانهم في ذلك الزمان. لذلك صرخ من صرخ صرخة لكنها لا تجد مستمعا كما وجدت من قبل. صرخ في قصيدة اسمها وقدسان، يتكلم فيها عن حال الأمة في الزمان وعن حال القدس مع الأمة في زماننا. وقدسان: يا قدس حياك رب العرش والفلق، والحمد لله عند الصبح والغسق، قلها وصلي ولا تبخل بقولتها على النبي عظيم الخلق والخلق، ويوم أضحى وحيدا لا نصير له إلاك ربي وقد عانى من الرهق، نففت سرك في قلب له فزع، ومن سواك سيحميه من الغرق، سيرت والناس غرقى في سباتهم براق يمن وقلت احمله وانطلق، ما بين طرفة عين وانتباهتها إلا وأحمد والأحباب في نسق، فأما في الرسل إذ هم يقتدون به بخاتم الرسل نفح المسك والعبق، والقدس صاحت والقدس صاحت ألا أهلا بزائرنا، أما تعبت حبيب الله في الطرق، إني لأعجب يا رباه إني لأعجب يا رباه كيف أتى من أرض مكة نبع النور والألق، لا تعجبن يا قدس فأولى القبلتين لها جل المقام كشمس الكون في الأفق، وبعدها عرج المختار في صعد يمر من طبق دنيا إلى طبق، وظل يرقى إلى العلياء يسبرها في رحلة ذكرها للكفر لم يرق، وعاد من فوره جذلان منشرحا وزال هاجس كل اليأس والقلق. هذه هي القدس يا أقزام أمتنا، يحميك ربي من الطوفان والغرق، أنتم دهاقنة الطاغوت في شبق كالمومسات فلا تخشى من الزلق، أنتم بغاة بفن العهر قد نبغوا جذوركم نبتت في الآسن الدبق، فأرضكم أصبحت للذل مزرعة فلست منكم ولا ديني ومعتنقي، القدس عذراؤكم فضت بكارتها في ليلة السبت من علج بلا خلق. كم استغاثت وكم صاحت مولولة قبل السقوط وبات الدمع في الحدق. أختاه يا قدس لا تبكي بل ارتقبي أن تطهري اليوم من دود ومن علق. بشراك يا قدس أرض العرب مترعة بالمنكرات وقرع الكأس والعرق. يا ويلكم من لقاء الله يومئذ، والذنب إذ ذاك مسطور على الورق. يا قدس لا تجزعي فالثأر نحن له. بشراك يا أخت أمس الخصم في حلق. الله يرعاك لا تبكي بل اصبري يا قدس مهلا بريق النصر في الأفق.
فكيف لا؟ فكيف لا وحماس قال قائلها: فهاك أحزمة التدمير وانطلقي. وفتحنا فيه للأقصى كتائبه، تقارع الخصم في الإشراق والغسق. ومثلها من سرايا القدس كوكبة، منها العدو رهين الخوف والقلق. أما الشهيد له في الناس مرتبة، وعند ربي عظيم الشأن والخلق. تعال يا خالد وانظر لحالتنا، صرنا حثالة الأرض في الخرق. فالقدس تبكي وبغداد تبادلها حزنا بحزن، فيا ذلي ويا أرقي. والماجدات فقدنا المجد وأسفا، فالعلج يعبث في الشيئين والعنق. كالعير نجتر تاريخا لنا سلفا، أيامه منذ عهد بائد خرق. أسأل الله عز وجل ألا يجعل هذا هو آخر الأحوال، وأن يغير حالنا من حال إلى حال، وأن يبدله من حال إلى أحسن حال، إنه صاحب كل شيء والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وإني داع فأمن وعلها ساعة إجابة إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما، ولا تدع اللهم فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم أطل في عمرنا وزد في آجالنا حتى نكون من جندك الغالبين. اللهم اجعلنا ممن يحررون القدس يا رب العالمين. اللهم إن الأقصى أسير تبكي منابره، وامتلأت بالموتى مقابره، وقل حاميه وحافظه، وأصبح اللعين زائره. اللهم حرر الأقصى الأسير. اللهم احفظ الأقصى كما حفظت الضلوع. اللهم إنا نسألك فكا لأسرانا. اللهم فك أسر الأقصى الأسير. اللهم فك أسره عما قريب يا رب العالمين. من له سواك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن يكون ما نزل به من ذنوبنا. اللهم إنا نسألك أن تخلصنا من ذنوبنا. اللهم ارفع الأمة بنا. اللهم اجعلنا من جندك المخلصين، اجعلنا من جندك الغالبين. اللهم استعملنا فيما تحبه وترضاه. اللهم استعملنا فيما تحبه وترضاه. اللهم استعملنا فيما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو بك ما نزل بالأمة، نشكو إليك ما لا يعلمه سواك ولا يكشفه إلا، نشكو إليك دماء قد سالت، ونشكو إليك بيوتا قد خربت، ونشكو إليك مساجد قد دمرت، ونشكو إليك أراض قد جرفت، ونشكو إليك أطفال قد يتمت، ونشكو إليك أمهات قد ثكلت، ونشكو إليك نساء قد رملت. نشكو إليك يا من لا يشكى إلا إليه، نشكو إليك يا من لا يشكى لسواه. فاللهم إنا نسألك أن تسمع أن تهز السماء والأرض لدعوات اليتامى. اللهم أمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فأطعمهم. اللهم سدد رميهم، اللهم قو شوكتهم، اللهم أعلي كلمتهم، اللهم وحد صفوف المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم هذا دعاؤنا وعليك إجابتنا، هذا جهدنا وعليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطر أو نسيان فمني ومن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه وراء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.